ونحن في رحاب هذا الشباب القاسم ابن الحسن بأبي وأمي، رحاب شاب لم يزف بأبي وأمي، ولكن نزفه لأمنية كل أم في أن يزف شبابها وولدها الذي لم تحظى بزفافه. ولذلك هذا لسان حال، هذه أمني اعتبرها، هذا أمر لم يقع، ولكن هذا أمنية الرملة، أمنية الأم أن تزوج شبابها ولدها، تزفه تحظى بهذا العرس. وإذا في اليوم العاشر والإمام الحسين ينادي: ألا من ناصر ينصرنا، ألا من داب يذب عن حرم رسول الله. وقد فني أصحابه وأهل بيته، يأتي القاسم بأبي وأمي يقول: لبيك يا عم. يرده الإمام: أنت العلامة من الحسن وأنت السلوى إلى أمك. يطيب من خاطره فيرده ودموعه على خده، يروح إلى الأم تحرضه، الأم يعود فيرده الحسين. يجلس القاسم متأطئا برأسه، مهموم، وإذا يتذكر عودة قد ربطها أبوه على عضده، وأوصى بأنه إذا نزلت أرض كربلاء ففك هذه العودة وانظر ما فيها. فتح تلك العودة وإذا فيها: ولدي قاسم، إذا نزل عمك أرض كربلاء فلا تقصر عن نصرته، إذا أردت أن تحظى بالحياة الأبدية وبالسعادة السرمدية فجد بنفسك عن عمك. وإذا بالقاسم يأتي مسرعا ناحية الحسين: عم حسين، قد حصلت الرخصة من إمام معصوم. الحسين تعجب بأبي وأمي: ممن يا ابن أخي؟ قال: دفع الكتاب إلى عمه. وإذا بالحسين يفتح ذلك الكتاب ما إن وقع نظره على خط أخي حتى بكى. توجه ناحية المدينة قال: السلام عليك أخي أبا محمد، تنصرنا وأنت تحت التراب، أين المنادي وقاسما؟ قال: إن كان هذا ما أوصاك أبوك فقد أوصاني بأن أعقد لك على البنت المسمات. قال له: عمي، وأي زفاف وزواج هذا؟ قال: أمر لا بد منه. وين يجي الإمام بأبي وأمي؟ جاء إلى زينب أختاه، زينب علي بصندوق الحسن. قالت له: أخي، وما تريد بصندوق الحسن؟ قال: أريد أن أعقد على القاسم على البنت المسمات. قالت: يا أخي، أو هذا وقت زفاف وعاق؟ قال: أمر لا بد من. قومي يا زينب للحسن بن أدي حقوق، وخلي البواكي ونشفي دمعك المدفون. قالت: بلبسها وبخلي الجيب مشقوق، وبقول عريسك يا سكنة تفقدين. جاء الإمام إلى صندوق الحسن، فتحه، ألبسه ثوب الحسن، قميص الحسن، عمامة الحسن. ما إن رآه النسوة بهذا الحال حتى نادوا: حسناه إماما. فقد شابه أبا شوية. وإذا الإمام الحسين يعمد إلى طرف من ثيابه فيشقه، فصار كهيئة المكفن: أين المنادي وقاسما؟
ضجت النساء بالبكاء وقاسبان ما جرى في الدهر كله مثل عرس ابن الحسن ما جرى في الدهر كله مثل عرس ابن الحسن لبس المظلوم عمه يوم تزويجه شف واللي مخضب جفوفه يجر ونه وينتحر او قد صيوان عرسه نار حزن تشتعل وقسما التفتت زينب الى اخيها قالت اخي ومن يزف معك القاسم وانت وحيدا فريد خرج بابي وام الحسين يريد ان يزف القاسم التفت يمينا وشمالا واذا به وحيدا فريدا وينكم يا شباب عن امامكم وينكم عن زفة هذا الشباب وين راح الحسين بأبي وأمي توجه ناحية المعركة ونادى أخي أبا الفاض نور عيني قم معي لنزف الشباب يالذي على المشرعة ظلت رمي هذا جاسم زفينا هذا عايد صفته كان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جل فزع إخوانك وثوروا بعجل زفوها وصل زفافة وانا مفروض ما عندي بس حريب الجري وانا والقلوب مفت قوم بسك يا قمر عدنان من نومي لترى وقاسما وين زفتك يا مؤمن لهذا الشباب ها شمس أفق العلا ما زغت لمصاب جرى في عرى آهوى قاسما في عراس الطفول إذ مضى ابن النبي بفؤاد كئيب نادبا بالرجال صرعا بالكثير يا أبا الفضل قل لنزف الشباب في عراس الطفوف آهوى قاسما في عراس الطفوف ما رأى من مجيب لا ولا من مقيل فمضى الخيام وهو يبدي العويل داعيا زينبا والنساء والعليل هيئوا للثياب يا بنات العطوف آهوا عاصبا المسمات جاء
جاءت زينب بأبي وأمي قالت قومي لنزفك قالت أهذا وقت زفاف يا عمة أهذا وقت زفاف وعمي أبو فاضل على واجهة الأرض بدون كفوف رأسه مفضوح قالت أمر لا بد من ما لي عين يا عم أنا ما لي عين يا عم أعرس شوف الولي حلامات واصبغ راسي من دمه أنا مالي عين يا عم أعرس والولي مذبوح أنا مالي عين يا عم أعرس بأبي وأمي هذه ساعة زفاف يا مؤمن وإذا بعد ذلك بساعة هي ساعة مصيبة قد جاء به الإمام بأبي وأمي يقول حبيب بن مسلم رأينا الإمام الحسين يحمل القاسم وإذا برجلي القاسم تخطان الأرض حققنا النظر قلنا يا سبحان الله هل القاسم طويل نظرنا وإذا بالإمام الحسين وحدي الله أين المنادي وحسينا جاء به بأبي وأمي مدده على الثرى وضعه في خيمة القتلى بجانب علي الأكبر بأبي وأمي جاءت أمه رأته مخضبا بدمه وإذا بالقاسم كأن عند وصيها إلى هذه الأم الفاقدة شن وصيتي يا مؤمن يا مؤمنة أوصيك يما وصية تسمعين لفظ جوابي شبان شبان لو شفتيها ذكري يا يما شباب ساعد الله الأمهات والآباء الفاقدين ساعد الله قلوب الفاقدين أوصيك يا يما وصية سمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم ذكري يا يما شبابي محروم محروم من شم الهوى من دون كل أحبابي عطشان أنا يا والدة عطشان أنا يا والدة عند الشراب ذكريني أين المنادي وقاسما هذه سلوى هدية إلى كل أم وكل أب فاقد يما ذكريني من تمر زفت شباب للعين اسمها حروم حنتي دم المصاب يما ذكريني من تمر زفت شباب للعين اسمها حروم حنتي دم المصاب
شفا دار الدور عجا عجا حنتي دني والجفا دار من ثدي النيبة راضع بصافي الحليب وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب من ثدي النيبة راضع بصافي الحليب وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب سكنة بمصابي خلقي واسوها سكنة بمصابي خلقي واسوها حنة دمي والجفن دار التراب حنة دمي والجفن دار التراب يوم ذكريني يوم ذكريني من تمر زفة الشباب للعرس محروم والنبي دم المصاب يومي المبارك أصبح لي ديني شهيد وافزع لعمي من يظل بالطف وحيد يومي المبارك أصبح لي ديني شهيد وافزع لعمي من يظل بالطف وحيد رملة بمصابي خلي فجعها رملة بمصابي خلي فجعها حنتي دمي والجفن دار التراب حنتي دمي والجفن دار التراب يوم ما ذكريني يوم ما ذكريني من تمر زفة الشباب وإذا الأم تجلس على مصرع ولدها هذه الأم توجه خطاب إلى من يا مؤمن يا مؤمنة توجه خطاب إلى كل أم فاقدة فقدت شبابها عيني أم الشباب ابكي ومن عين الدمع سجام لا ترحل يا بعد أهلي وارحب حالي يا جسام ربيتك ربيتك وكنت احلم ليلة زفتك افراح واعلق للزفاف شموع وبضي ضلتك اسرار صعب اوصف لك جروحي هذا اليوم لو أشراح خاب الأمل بعيوني والله بحالتي عان تشرحين إلى من من اللي يقدر يواسي رملة يا مؤمن كل أم مثلي كل أم مثلي بالدنيا يوم الفرح تنتظره وتربي ولدها سنين حتى لو كبر عمره يسعدها ويفرح ومنها قلبها يسره يرفع راسه بعرسه يا مؤمن وامه ببهجة تسام ما تتمنى يفجعها بالموت ويخليها وعليه تظل تتحسف وهم تصفج يديها ورملة رملة يا مؤمن ورملة فجعها الجاسم وخلاها بوابة واجيها تمنيتك تفرحني وترد الخيام سالم ما حد يحس بالفاقد
إلا اللي فقد مثله. إي والله ما حد يحس بالفاقد إلا اللي فقد مثله. أصبغ رأسي بدموما وبكل حسرة أتسلف وليفق الظن غالي هاي عليه مو سهلة. أين المنادي وقاسمان؟